نشرة الأخبار من الميادين وأبرز ما فيها. يوم غد إن شاء الله مثل هذا الوقت سوف نعلن ونحتفل ونتلو بيان ورسالة النصر. الموصل تتحرر وغدا رسالة أعلان النصر على داعش. ثلاثة عشر شهيدا جراء تفجيرات انتحارية في دمشق، ومصادر تؤكد استعداد جبهة النصرة لاستخدام مواد كيميائية في إدلب. ساعات وتنتهي مهلة دول الحصار لقطر لتنفيذ مطالبها، والدوحة ترفضها. انطلاق قمة مجموعة دول الساحل الإفريقية بحضور الرئيس الفرنسي لاحتواء الأزمة الليبية. أهلا بكم. أكد قائد الشرطة الاتحادية العراقية الفريق رائد شاكر جودة للميادين أنه غدا سيتم إعلان رسالة النصر على داعش في الموصل. الفريق جودة قال إن جميع المناطق في المدينة القديمة تم تحريرها، ولا تزال هناك بعض الجيوب لمسلحي داعش يجري التعامل معها، وكانت القوات العراقية قد حررت اليوم شارعي الفاروق والسرجخانة آخر معاقل داعش في المدينة. يوم غد إن شاء الله مثل هذا الوقت سوف نعلن ونحتفل ونتلو بيان ورسالة النصر التي سوف نوجهها ونهديها إلى القائد العام قوات المسلحة المحترم والشعب العراقي. أولا، حرر المحور الشمالي بالكامل يوم أمس، وكان نتيجتها الساعة 10 صباحا حررت مستشفى ابن سينا، ولم يبقى في مجمع الشفاء ولا متر واحد لم يحرر. المحور الجنوبي حرر يوم أمس الساعة 1900 بالكامل، حيث تم الالتفاف خلف العدو في المنطقة الشمالية الشرقية الموازية للنهر وقطع خطوط إمداده وتدميره وإنهاء وجوده. قائد الشرطة الاتحادية أكد أن قواته ستكون في أي مكان في العراق لمحاربة داعش، مشددا على أن العمليات المشتركة أعدت خطة كاملة للإمساك بالمناطق المحررة، كما وجه الشكر إلى القادة السياسيين وإلى المرجعية الدينية لدعمهم في هذه المعركة. العمليات المشتركة أعدت كل شيء لقطعات المسك. يوم أمس سلمنا مجمع الشفاء إلى قيادة الفرقة التاسعة الجيش العراقي، والخطة جارية مثل ما منسق وعامل بها. وماذا بعد الموصل؟ كل أراضينا، أينما تكون أراضي غير محررة سوف نتحرك لتحريرها. بكلمة منك عبر الميادين إلى العراقيين. بسم الله الرحمن الرحيم. شكري وتقديري لكل أبنائي ضباط ومنتسبي الاتحادية، للشهداء وعوائل الشهداء، للجرحى، لكل الشعب العراقي الذي وقف صفا واحدا لدعم الاتحادية، للمرجعية الحكيمة الرشيدة التي دعمت الاتحادية وكانوا على اتصال دائم في قيادة الاتحادية ويعالجون الجرحى ويلتقون بعوائل الشهداء، وإلى البرلمان العراقي ممثل الشعب لدعم الاتحادية، وإلى السيد القائد العام للقوات المسلحة المحترم، وإلى السيد وزير الداخلية المحترم، وإلى أخواني المدراء العامين والوكلاء في وزارة الداخلية. وشكر وتقديري إلى أخي العزيز سيدي رئيس أركان الجيش المحترم، وإلى وزيرة الصحة لما قدمتها من دعم بالإسناد الطبي. قائد الشرطة الاتحادية دعا منظمات المجتمع المدني إلى رعاية وإعادة تأهيل أطفال ونساء الموصل من أجل إعادة دمجهم في المجتمع. الحقيقة مع شديد الأسف كان إخلاء لأطفال وناس كانوا محتجزين بأعداد كبيرة. هذول الناس الحقيقة قطعوا عن مجتمعهم بالكامل، يعني أتكلم قتل آبائهم وأمهاتهم والنساء أزواجهم وأخوانهم وآبائهم. هذول الناس أكثر من 7 سنوات كانوا في تغيير فكري عقائدي كبير،
ولهذا أرجو من كل منظمات المجتمع أن تعيد الأفكار إلى وضعها الطبيعي. أعتقد يجب أن نغير الأفكار، يجب أن يلمس المواطن. شكر وتقديري لأهالي محافظة نينوى الكرام الذين تعاونوا مع الأجهزة الأمنية. لا توجد جيوب في المناطق المحررة. لا توجد جيوب في المناطق المحررة، ولا نتركها إلا أن نجعلها مدينة آمنة سالمة، ونعود المواطنين وكذلك نعود النازحين وننهي أزمة المحاصرين. ومن الدواسة في الموصل ينضم إلينا مراسل ميدين عبد الله بدران. عبد الله، كيف تبدو التحضيرات لإعلان النصر في الموصل، وهل تمت معالجة ما تبقى من يعني سيطرة تنظيم داعش في الموصل القديمة؟ ملحم، العمليات لا تزال مستمرة لجهة محور جهاز مكافحة الإرهاب ولمحور الفرقة المدرعة التاسعة في الجيش العراقي وكذلك الفرقة السادسة عشر، هذا بالنسبة للمحور الغربي والمحور الشمالي. بالنسبة للمحور الجنوبي وحسب قيادة قوات الشرطة الاتحادية، المهام العسكرية لقوات الشرطة الاتحادية قد أنجزت بالوصول إلى جامع بلال الحبشي، لكن القوات العراقية لا تزال ملحم تقاتل لاستعادة وانتزاع دكة بركة وكذلك منطقة الشهوان وباب جسر ما بين المنطقة المحصورة ما بين الجسر الحديد والجسر الخامس شمال شرق المدينة القديمة. بالنسبة للإعلان المركزي ملحم، حتى هذه اللحظة لم يتأكد إن كان الإعلان المركزي سيكون عبر مكتب القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بصفته هو القائد العام للقوات المسلحة، أو قد يكون هذا الإعلان عبر قائد عمليات قادمون نينوى الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله، أو قد يكون كل صنف لديه استعراض يشترك فيه حالما تنتهي المهام الموكلة إليه. القوات الشرطة الاتحادية كانت قد وصلت إلى نقاط المهمة الموكلة لها جنوب المدينة القديمة وتحقيق التماس ما بين ضفة الجسر الحديدي ورأس الكور وتحقيق التماس بقطعات جهاز مكافحة الإرهاب. بالنسبة لقطعات جهاز مكافحة الإرهاب لديها مهمة مع الفرقة المدرعة التاسعة، فلول داعش موجودة في الجزء الشمالي الشرقي لمدينة الموصل، والإعلان عن انتهاء العمليات العسكرية بانتظاره من قيادة العمليات المشتركة، والذي يتوقع يتزامن مع إعلان لرئيس الوزراء العراقي بصفته القائد العام للقوات المسلحة. لكن الأكيد ملحم أنه ما من وجود لمدنيين في المنطقة التي لا زالت محتلة من قبل مسلحي داعش، أو الأزقة والحارات التي لا زالت محتلة من قبل مسلحي التنظيم، أعداد قليلة جدا من مسلحي داعش داخل المدينة القديمة، لكن القطاعات العسكرية العراقية التي هي الآن في مهمة غرب المدينة وشمالها باندفاع من أجل الوصول وتحقيق التماس وقوفا عند ضفاف نهر دجلة، حتى ذلك الحين يتم الإعلان رسميا من قبل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أو قد يوكل المهمة لقائد عمليات قادمون يانينوى. شكرا جزيلا لك عبد الله بدران مراسل الميادين، كنت معنا من الدواسة في الموصل. الميادين كانت قد واكبت كذلك خروج المدنيين الفارين من داعش، وقد وصف أحد الفارين مدى وحشية ممارسات التنظيم. أسولف لشب وقت قبل ما نتحرر، قبل ما نتحرر خلى المسدس براسي، قال لي تفتح الباب، تفتح الباب والعوائل تبقى حجزنا. نحن 18 يوم لا أكل ولا شرب، حصر علينا أكل وشرب، الماي ماكو قليل. فجروا البيوت، شعلوا المنازل، شعلوا المحلات، شعلوا الشوارع، شعلوا سيارات مال العالم كلها شعلوها. والله شنو غطاء جوي للجو للطيار مع اساس ما يشوفهم. حصرونا مثل حصروا الكلاب. نحن هسه تصرنا حالنا حال الحيوانات اللي بالشارع، ناكل خبز ومي. خبز ومي ناكل. هاي ظلينا 3 سنوات ناكل خبز ومي. حصار حصار حصار، إلى متى يفتح حصار علينا؟ إلى متى الدواعش يروحون؟ بس بفضل من رب العالمين القوات راحوا الدواعش، أطفال قتلوها، أطفال سجنوها، الأيتام مدرسة الأيتام أخذوا البنات اغتصبوهم، وأخذوا النسوان اغتصبوهم وباعوا البنات والنسوان، وظلوا الشباب دربوهم بسوريا. بسوريا يعني صار مأساة. هو هذا الدولة؟ هي هاي الإسلام؟ إلى سوريا، حيث استشهد أكثر من 13 شخصا وأصيب نحو 30 جراء تفجير انتحاري في ساحة التحرير بالعاصمة السورية دمشق.
ووفق معلومات للميادين فإن القوات الأمنية السورية حاصرت سيارة مفخخة يقودها انتحاري فجر نفسه عند ترجله، فيما دمرت القوات سيارتين مفخختين كانتا متوجهتين نحو العاصمة السورية دمشق عند دوار البيطرة باتجاه طريق المطار. استيقظت دمشق على مجزرة جديدة للإرهابيين في بابتومة، شهداء وجرحى ودمار كبير سببه تفجير انتحاري داخل سيارة مفخخة. ما أجد أحكي الواحد يعني شيء بيحزن يعني صدمة ما بعرف يعني إنه إحنا وصلنا لوقت إنه ليك يعني بتنام ما في شيء بتلاقي كل شيء قدامك من دمه. وزارة الداخلية السورية أعلنت أن هذا التفجير واحد من ثلاث عمليات خطط الإرهابيون لتنفيذها في دمشق لولا تفجير سيارتين مفخختين على يد الجهات الأمنية على طريق المطار ومنعهما من استكمال طريقهما إلى أحياء المدينة المكتظة بالسكان. بيان الوزارة عد التفجير تصعيداً إجرامياً خطيراً يمارسه داعمو الإرهاب وصانعوه في مواجهة الانتصارات العسكرية التي يحققها الجيش السوري على الأرض، معادلة تصعيد الإرهاب ضد المدينة بمواجهة كل تقدم ميداني للجيش السوري يعيها المواطنون. هذا التفجير نحن شايفينه طبيعي جدا، هو رد على انتصارات الجيش العربي السوري بعين ترمى وبجوبر، ولكن إن شاء الله لن نزداد إلى تمسكا بهذا الجيش العربي السوري البطل. منذ 6 سنوات تنام دمشق كما كل سوريا وتصحو على قلق من مخططات الإرهابيين. مرت أيام بلا تفجيرات وموت، ولكن 2 تموز/يوليو تاريخ انضم إلى عشرات التواريخ في تقويم الدم الذي فرضه الإرهاب على حياة بلد لطالما كان عنوانا للسلام والأمان. وجهت وزارة الخارجية السورية رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول اعتداءات الإرهابيين على مناطق في دمشق ودرعا ما أدى إلى وقوع شهداء وجرحى. الوزارة قالت إن التفجيرات جاءت قبل أيام عدة من اجتماعي أستانا وجنيف وسبقتها التهديدات الأمريكية بما في ذلك ادعاءاتها الكاذبة حول نوايا سوريا لاستخدام الأسلحة الكيميائية بغية تهيئة الظروف المواتية لمثل هذه الأعمال اللا أخلاقية. وأكدت ضرورة اتحاد المجتمع الدولي في حربه على الإرهاب وعدم التعامي عن الدول والأطراف التي تقوم بتدريب وإيواء وتمويل وتسليح الإرهابيين. نقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن مصدر عسكري أن جبهة النصرة تعد لعمل استفزازي باستخدام غاز السارين في مخازن بخان شيخون وكفرجا. المصدر أفاد أن هدف العمل الاستفزازي الذي يحضر له الإرهابيون بسوريا هو نسف مفاوضات أستانا، مضيفا أن مواطنين أمريكيين وأتراكا وأحد زعماء النصرة يشاركون في التحضير لاستخدام غاز السارين بخان شيخون. هذا وأكدت الخارجية الكازاخستانية تعليقا على هذه الأنباء بأن التحضيرات للقاء أستانا في الرابع والخامس من تموز يوليو جارية ولا مؤشرات على إمكانية الفشل. توقعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا مزيدا من الفبركات الإعلامية حول سوريا، لأن مخرجي السيناريو الاستفزازي يعدون لحملة واسعة النطاق ضد سوريا. وعبر صفحتها على الفيسبوك قالت زاخاروفا إن حملة التضليل الإعلامية التي توقعتها موسكو حول استخدام السلاح الكيميائي في سوريا قد بدأت. في لبنان لقي 3 نازحين سوريين حتفهم، بينهم طفل، جراء حريق كبير اندلع في مخيم الرائد للاجئين في منطقة قبلياس في البقاع الذي يضم نحو 200 خيمة. ووفق أحد المسؤولين عن الجمعيات الإغاثية هناك فإن الحريق ما زال مشتعلا وإن العمل جار لإخماده. شهدنا فاصل قصير ونعود من بعده لمتابعة هذه النشرة. مجددا أهلا بكم. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات في الضفة الغربية اعتقلت خلالها النائبة في المجلس التشريعي خالدة جرار و12 فلسطينيا آخرين. هذا التقرير لنسرين سلمي. مرة أخرى تداهم قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل النائبة في المجلس التشريعي خالدة جرار وتعيد اعتقالها بعد عام وما يزيد من الإفراج عنها.
قوات الاحتلال اتهمت جرار بالعمل في صفوف الجبهة الشعبية واستعادة نشاطها في مقاومة الاحتلال. طريقة والاعتقال اللي يعني بياخدوا فيها خالدة هي مؤشر على كل اللي بيحدث مع شعبنا. يعني خالدة لا تختلف عن لكن هذا له دلالة. يعني هذا يفترض نائب منتخب من قبل الشعب يفترض أنها تحظى بحصاني. هذول ضاربين بعرض الحائط. يعني كل شيء وهذا المشروع أقل ما يمكن أن يقال فيه مشروع مسخ. اعتقال خالدة كان جزءا من حملة مداهمات شنتها قوات الاحتلال في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية. طاولت رئيسة اتحاد لجان المرأة ختام الصحفيين والأسير المحرر إيهاب مسعود من نشطاء الجبهة الشعبية، إضافة إلى 9 فلسطينيين آخرين من العروب شمال الخليل والعيسوية قرب القدس ورفات شمال القدس. إسرائيل تريد أن تكبح أي صوت يمكن أن يذكر بمجموعة من القيم، المقاومة، الوحدة، التضافر الجهود، العمل وفقا لرؤية استراتيجية فلسطينية. ولأن إسرائيل أعتقد أنها مرتاحة تماما على الوضع القائم حاليا. القوى الوطنية الفلسطينية استنكرت حملة الاعتقالات التي شنها الاحتلال، وأكدت أن الهجمة الإسرائيلية على الفلسطينيين هدفها تصفية القضية الفلسطينية وقتل المقاومة وتمرير حلول غير مقبولة لدى الفلسطينيين. 13 نائبا تعتقلهم إسرائيل في سجونها في تحدي واضح لكل الأعراف والمواثيق الدولية التي تمنح الحصانة للنواب والوزراء. نسرين سلمي، رام الله، الميادين. النائب الفلسطيني السابق في الكنيست باسل غطاس يبدأ محكومية بالسجن مدة عامين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلية بتهمة تسريبه هواتف خلوية إلى الأسرى الفلسطينيين. تقرير هناء محمد. لحظات أخيرة يقضيها النائب السابق في القائمة المشتركة باسل غطاس بين أفراد أسرته وأبناء قريته في الجليل الفلسطيني قبل انطلاقه في درب سيعود منها بعد عامين. هي المدة التي سيقضيها داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي بتهمة تسريب هواتف نقالة إلى الأسرى الفلسطينيين خلال عمله البرلماني. وراء هذه الأسوار وغيرها يقضي الأعزاء وليد دقة وكريم يونس وأمير مخول وغيرهم الكثيرون سنوات العمر الجميلة بعيدا عن أمهات تنتظرهم وعائلات تفتقدهم. سأنضم إليهم بعد قليل والنصر صبر ساعة. أهازيج وطنية أطلقها رفاق غطاس وعدد من زملائه في حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذين رافقوه حتى بوابة سجن الجلبوع، هنا حيث يكسر السجين السجان. أتمنى أن أكون مع عدد من أصدقائي الذين كنت واكب زيارتهم خلال عملي كنائب بالبرلمان. سننتظر ونرى ونتشاور. الشيء المؤكد أنني طالما وقفت ودعمت قضايا أسرانا وحقوقهم المشروعة وسأواصل ذلك داخل السجن وخارج السجن. هذا الموقف هو موقف يجب أن تكون جميع الجماهير الفلسطينية ملتفة حوله، لأن الأسرى بحاجة للاتصال مع عائلاتهم، مع زوجاتهم، مع أبنائهم. فعمليا نحن مع باسل حتى أن يتحرر باسل ويتحرر جميع الأسرى البواسل من سجون الاحتلال الصهيوني. ويعد الحق في توفير اتصالات هاتفية بين الأسرى وأسرهم أحد أهم القضايا التي من أجلها أضرب أخيرا نحو 1600 أسير فلسطيني نحو 40 يوما عن الطعام. نحو 7000 أسير فلسطيني يخوضون معركة الحرية من داخل زنازين وسجون الاحتلال الإسرائيلي. هي حرية لا تقدر بثمن وهي أثمان قد يقدر لكل فلسطيني أن يدفعها. هناء محميد من أمام سجن الجلبوع الإسرائيلي، الميادين. انتهاء مهلة الدول الأربع لقطر للعدول عن سياساتها يتزامن مع إطلاق مبادرة حل جديدة بشروط أخف وطأة من الشروط 13 السابقة تبعد كلها عن خيار التصعيد. تقرير دلو الاحتدان. انتهت مهلة الأيام العشرة التي أعطتها الدول الأربع لقطر
فيما واصلت الدوحة تمسكها بموقفها وردت على لسان وزير خارجيتها: مطالبكم وضعت لترفض. رئيس دبلوماسيتها محمد بن عبد الرحمن الثاني، ومن على منبر دولي آخر في موسم الحج الدبلوماسي الأكبر للدول الخليجية، استبعد أي عمل عسكري ضد بلاده، مبادلا الدول الخليجية تهمتها لقطر بدعم الإرهاب، ومعلنا استعداد بلاده للحوار إذا توفرت الشروط المناسبة. قطر لم تقبل أي من المطالب 13. اليوم العاشر أشرقت شمسه على 5 مطالب جديدة في إطار مبادرة حل جديدة نقلتها صحيفة السياسة الكويتية، اختمرت عناصرها وفق مصادر دبلوماسية خلال اجتماع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيريلسون ونظيره القطري ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي. تضمن واشنطن تطبيقها وتشرف الكويت على تنفيذها ومتابعتها. أول بنود المبادرة مغادرة الداعية يوسف القرضاوي وحركة حماس الدوحة، ثانيها عودة القوات التركية التي وصلت الدوحة أخيرا إلى بلادها، ثالثها مراقبة التحويلات المالية القطرية للجهات المقاتلة، رابعها تقديم قطر كل المستندات الخاصة بالمنظمات الموجودة على أراضيها للجهات الأمنية الأمريكية، وخامسها تقليص برامج التحريض وإثارة النعرات في قناة الجزيرة والتعهد بعدم مهاجمة دول الخليج ومصر. مصادر دبلوماسية ترجح توقيع الاتفاق الأسبوع المقبل في الكويت بعد موافقة السعودية والإمارات والبحرين ومصر عليه. المبادرة ترجمت خيار الأزمة الخليجية لسيناريو التهدئة والابتعاد عن سيناريو التصعيد العسكري أو تضييق الحصار بعقوبات جديدة، كما ذهبت إليه كل اللقاءات الدبلوماسية وآخرها اتصال الرئيس الروسي الهاتفي بكل من ملك البحرين وأمير قطر. بالنسبة لموقف روسيا، موقفهم واضح، هم لا يريدون أن يكون هناك أي تصعيد في المنطقة ويريدون تشجيع الأطراف على الانخراط في الحوار. حبل الدبلوماسية المجدود شرقا وغربا على يد قطر والسعودية والإمارات والبحرين لم يجد بدا حتى الآن من الحفاظ على أمن المنطقة. بدأت فرنسا بإدارة الرئيس إيمانويل ماكرون أول تحركاتها الدبلوماسية الجديدة لاحتواء تداعيات الأزمة الليبية من العاصمة المالية باماكو التي انطلقت بها قمة مجموعة الساحل الخمسة، مالي والنيجر وبوركينا فاسو وموريتانيا وتشاد. ماكرون يسعى خلال هذه القمة إلى احتواء تدهور الوضع الأمني في ليبيا بمواجهة إشكالية تدفق المهاجرين إلى أوروبا وتفشي بؤر الإرهاب في منطقة شمال أفريقيا والساحل. وحرص ماكرون على الاتصال هاتفيا بالرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قبل التحليق في الأجواء الجزائرية في مبادرة تهدف إلى تجنب أي مشادة مع الجزائر حول إدارة الوضع الأمني في دول الساحل. وينضم إلينا من القاهرة نائب رئيس تحرير بوابة أفريقيا الأخبارية عبد الباسط بن هامل. أهلا بك سيد بن هامل، ما هو المتوقع من هذه القمة؟ وطبعا نحن نتأمل يعني حقيقة من الدور الأفريقي وحتى الدور الفرنسي أن يكون مساعد في استقرار ليبيا، ولكن نحن لا نثق كثيرا يعني حتى الليبيين لم يعودوا يثقوا في مؤتمرات أو في ندوات أو ورش عمل أو حتى الحقيقة في الدور الفرنسي الذي لم يكن إلا مساعدا لنهوض الجماعات الإرهابية أو الدعم الحقيقة الذي كان واضحا في تلك الفترة في مصر 2011 ولا نقف عنده. أيضا سياسات الرئاسة الفرنسية السابقة لم تكن بهولندا لم يكن بالجيد الحقيقة، لكن الجديد لربما الذهاب إلى العمق الإفريقي وأن يكون هناك مساعد الحقيقة. تحدث عن فوق مهم جدا وهو العمق في تشاد النيجر، العمق ما بعد مالي، أيضا الذهاب إلى العمق الوسط الإفريقي، الاتحاد الافريقي ودول الحقيقه ان تكون داعمه. هناك ايضا طرح افريقي او محاوله من رئيس الاتحاد الافريقي اللي يلتقي العديد من الاطراف الليبيه، ولكن حتى الان الحضور نعم موجود ولكنه حضور طيب افريقي خجول. لماذا الان ياتي هذا التحرك الفرنسي تجاه ليبيا؟ هو لم تتوقف يعني الجانب الفرنسي صحيح، ولكن لاول مره على هذا الصعيد، الصعيد الافريقي، هو المحاوله الذهاب الى الصعيد الافريقي، ولكن كما قلت الافارقه حضورهم خجول، نعم لديهم حضور ولديهم دعم ولديهم مندوب الحقيقه ومبعوث ان صح التعبير كتسميته لايجاد حل في ليبيا، ولكن افريقيا تعاني من قلاقل كبيره اخرى اكثر حتى من الملف الليبي. هناك قلاقل في وسط الانقلابات الافريقيه، هناك مشاكل عسكريه، هناك تغنح، وهناك يعني مشاكل عديده. لا اظن ان الذهاب الى هذه المجموعه هو بالامر جيد. اظن ان لو ركزنا على دول الجوار الاهم اكثر وقدره ان الحقيقه او حتى من المصلحه يعني نذهب حتى من لغه المصلحه التي تبنى عليها الاطراف الليبيه،
مع جزيرة مصر أو جزيرة تونس أو حتى الجزائر كمثلث حقيقة يمكن الارتكاز عليه للذهاب إلى توافق. هناك أيضا لقاءات، يعني هناك جانب آخر لم يتطرق فيه. طيب هل كان هناك برأيك تعمد، هل كان هناك تعمد فرنسي لعدم الذهاب إلى دول الجوار ربما التي ربما تكون معنية أكثر من غيرها بحل هذه الأزمة الليبية لما تعانيه من المشكلة في داخل ليبيا وامتدادها إلى تلك الدول؟ لماذا الذهاب إلى الدول الإفريقية والابتعاد عن دول الجوار؟ اولا هو اجتماع دول الساحل والصحراء والاشاده بالرئيس الفرنسي الاشاده بهذا التجمع الذي اسسه الزعيم الراحل معمر القذافي، هذه نقطه مهمه. هذا التجمع الحقيقه تحاول فرنسا ايجاد مصلحه اخرى التوغل والتوغل في العمق الافريقي والبقاء في المستعمرات السابقه، هي تتحدث بهذه اللغه حتى وان لم تجاهها، كانها وصيه على هذه الدول الحقيقه ولا تمارس الحقيقه ايجاد لحلول اخرى. هي ايضا لديها مشكله مع ايطاليا في الجانب الاوروبي في عمليه الحل في ليبيا، هي ليست متفقه معها خاصه ان ملف الهجره ويتم معالجتها سيكون الدول المصدره هي الدول هذه التي ينطلق منها البشر باتجاه ليبيا اتجاه العمق الاوروبي عبر هذه السواحل. عدم الاتفاق مع الدول العربيه هي لا تبحث عن حل حقيقي في ليبيا، هناك قوه عسكريه موجوده في شمال النيجر في شمال تشاد كقوه عسكريه فرنسيه كبيره جدا لم تستخدمها كحل لمشكل الارهاب في المنطقه، وهذه زوايا اخرى لابد النظر. اذا هي فرنسا غير جاده بشكل او باخر في ايجاد حل حقيقي للملف. شكرا شكرا جزيلا لك عبد الباسط بن هامل نائب رئيس تحرير بوابه افريقيا الاخباريه، شكرا على هذه الافاده، كنت معنا من القاهره. شاهدنا في ختام هذه النشرة تذكير بعنوانها. يوم غد إن شاء الله مثل هذا الوقت سوف نعلن ونحتفل ونتلو بيان ورسالة النصر. الموصل تتحرر وغدا رسالة إعلان النصر على داعش. ثلاثة عشر شهيدا جراء تفجيرات انتحارية في دمشق، ومصادر تؤكد استعداد جبهة النصرة لاستخدام مواد كيميائية في إدلب. ساعات وتنتهي مهلة دول الحصار لقطر لتنفيذ مطالبها والدوحة ترفضها. انطلاق قمة مجموعة دول الساحل الإفريقية بحضور الرئيس الفرنسي لاحتواء الأزمة الليبية. المزيد من الأخبار كالعادة على صفحة الميادين على الإنترنت الميادين.net وباللغة الإسبانية espanol.elmayadin.net.